هذا البرنامج النضالي ردا على القمع الوحشي الهمجي للمسيرة الوطنية التي انضمت التنسيقية الوطنية بالرباط، ونقول أن ذلك التدخل الهمجي الوحشي كان خارج كل الضوابط الأخلاقية والقانونية، كما أنها تأتي في إطار البرنامج النضالي المستمر التصعيدي من أجل إسقاط المخطط التخريبي لقوانين التقاعد ولإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين. من خلال هذه التظاهر الاحتجاجية نوجه رسائل إلى من يهمه الأمر، إلى هذه الحكومة بالضبط التي آتت بهذا المخطط التخريبي التصفوي التدميري لآخر مكتسبات الموظفين. نقول لها نحن مستمرون حتى إسقاط هذا المخطط التخريبي، ولا نملك إلا الشارع، ومعركتنا مستمرة إلى تحقيق المطلبين الرئيسيين المتمثلان في إسقاط هذا المخطط التخريبي وإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين. بالتراجع عن خطة تخريب التقاعد وبمساءلة ومتابعة كل من نهب مال صناديق التقاعد وبإرجاعها.